في خبر آخر مشاهدينا، استعرضنا معكم منح خريجة جامعة الإمام رواء أبو السمح لقب سفيرة التعليم من مؤسسة التعليم ستيرفر برير، إذا كنت نطقتها صح أعتذر إذا لم تكن صحيحة، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن إسهاماتها في مجال التعليم. واليوم يسعدنا أن تنضم لنا الأستاذة رواء أبو السمح لتحدثنا أكثر عن هذا اللقب. ألف مبروك رواء. الله يبارك فيك ويجزاكم خير وشكرا لاستضافتكم. سعيدين وفخورين فيك جدا أكيد، وبكل بنات البلد اللي بيقدروا يرفعوا أسماءنا وريادتنا وجهودنا أكيد أمام العالم. كلميني أكثر عن هذا اللقب وعن هذا النجاح وهذا التميز اللي حصلت عليه. الحمد لله، يعني كان مشوار طويل، كان مشوار مميز في مغامرات كثيرة. حصلت على اللقب بعد ما نلت ثقة المؤسسة التعليمية وشافوا فيه مميزات كثيرة. الحمد لله قدرت أحصل عليه، وإن شاء الله أرفع رأس الموجودين وارفع راس الاهل والمملكه العربيه السعوديه. احنا كثير فخورين بك رواء، لكن خلينا نتكلم عن اهميه يعني حصولك على هذا اللقب، خصوصا احنا قاعدين نتكلم عن لقب كبير ل يعني اعرق مؤسسه تعليميه، كيف راح يساهم في مسيرتك المهنيه؟ ان شاء الله انه هذا اللقب يعني راح يساعدني اني اوسع الافق حقتي، اني اتعلم اكثر، أضيف للمؤسسة التعليمية وأساعد في الثقافات المتنوعة لديهم، مشاركة الثقافات، الحفاظ على الثقافات المتنوعة، نضع خطط متنوعة للطلاب المتحدثين أكثر من لغة، للطلاب لديهم صعوبات تعلم، يعني ندخل في التفاصيل الصغيرة اللي هم يحتاجون إحنا نوصل لهم إياها. يعني خليني أقول، هل كان هناك أي خطة مسبقة منك أنك تحصلي على مثل هذه الامتيازات؟ يعني كنت حاطة هذا الأمر صوب عينيك، في خطة، في اجتهادات، في يعني تجهيزات معينة، ولا هو كانت نتيجة الجهد اللي أخلصتي فيه لنفسك ولا مجالك؟ والله هو كان ان بتوين، يعني الاثنين كان جود ميكس. كان صعب علي أني أنا أثبت نفسي في مدرسة أمريكية حكومية للطلبة عامة، يعني حاولت أني أجتهد أكثر، حاولت أني أثبت أنه الإمرأة السعودية قادرة وأنه إحنا نستطيع أنه إحنا نوصل ونبذل ويعني نبين إيش الأشياء اللي نحتاجها. في كثير طلبة سعوديين مبتعثين في أمريكا وأبنائهم يدرسوا في المدارس الحكومية، فكان من ضمنهم أبنائي، فكان يعني هدف عندي لازم كيف نوصل لهم، احنا كيف ايش نعرف وايش نحتاج، وكسبت ثقتهم. صراحه كان صعب في البدايه لانه النظام التعليمي لديهم صعب، لغتي الاولى هي العربيه ما هي الانجليزيه، فمشوار كان طويل يعني، بس الحمد لله قدرت اكسب ثقتهم وصلت واخذت اللقب الحمد لله. خلينا نتكلم أكثر عنك أستاذة رواء، يعني أنت خريجة جامعة الإمام متخصصة في التعليم الخاص وأيضا الثقافات واللغات، نتكلم عن هذا التخصص، عن أهميته في بناء جيل للمستقبل. صحيح، تخرجت من جامعة الإمام عبد الرحمن في تخصص رياضة أطفال الطفولة المبكرة، وحصلت على بعثة خادم الحرمين وانتقلت إلى بولدر كولورادو، ودخلت قسم ثقافات واللغات وتنوع اللغات في جامعة بولدر، وأعلن أنه أنا أول سعودية أتخرج من هذا القسم، وحصلت على رخصة التدريس للتعليم العام والتعليم الخاص. جدا جدا مهم، لأنه زي ما ذكرت في طلاب يتعلموا لغات كثيرة، العربية والإنجليزية الفرنسية، لغات كثيرة، فإحنا نبغى نحافظ على اللغات هذه الكثيرة اللي هم يتعلموها ونبني عليها. يعني أهمية أني أنا قاعدة أصمم برامج وخطط دراسية لهذول الطلبة تساعدهم البناء أكثر، يعني جميل. إيش هم متميزين فيه؟ إيش هم متفوقين فيه؟ ونبني على كذا. رواء صراحة الآن يعني قد ما باركنا لك وفخرين فيك، بس أنت الآن تقع عليك مسؤولية.
وانا متاكده ان انت مدركه حجم هذه المسؤوليه اللي امامك وخاصه انت في الخارج. ايش خططك الان؟ كيف هتستطيعي انك تنقلي هذا التميز وهذا الجهد وهذه الرؤيه الواضحه بالنسبه لك الى المملكه وانت بالخارج؟ صحيح. والله يعني انا اطمح اني اتواصل واعمل بالقرب من وزارة التعليم في السعودية لإضافة برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات، لأنه كثير عندنا طلبة رجعوا للسعودية هم أوريدي يعرفوا أكثر من لغة، فإحنا نبغى نبني، نبغى نزيد على هذه الأوريدي الموهبة اللي هم عندهم. رواء، يعني نشكر طبعا مداخلتك معنا ونرجع نبارك لك من برنامج سيدتي حصولك على هذا التميز اللي فعليا دائما نقول المملكة العربية السعودية هي تعطي الفرص للأبناء والبنات، وعلينا حنا هذه المسؤولية ونستغل هذه الفرص ونستثمرها، وأكيد في الآخر تصب لمصلحة الوطن أولا وأخيرا. خلينا نروح لخبر